مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، مجددا إلى شعراء سوريا. هؤلاء الشعراء الذين يحملون هم الأرض على أكتافهم أينما ذهبوا وحيثما حلوا، ترونهم يمضغون بأسنان الصبر رغيف الألم على أمل أن يجدوا طعمه حلوا يوما في وطن يشتاقون إليه. فهل يشتاقوا إليهم؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة من بيت القصيد، وضيفنا فيها هنا معنا في الاستوديو الشاعر مصطفى حمادي سميسم. أهلا بك أستاذ مصطفى، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أشكرك أستاذ مصطفى على هذه الاستضافة، وأشكر قناة الرافدين، إنها استضافة جميلة. مصطفى حمادي سميسم من محافظة إدلب، مدينة بنش، وأحب أن أقول لها قرية. تفضل. لأني عاصرتها قرية وعاصرتها مدينة. نعم. أتذوق الشعر، أكتب الشعر، أحب أن أحلق بجناح الشعر، يعني حب قديم. جميل. لهذه الكلمة الجميلة، لغتنا العذبة، اللغة العربية. صدقت. ربما أجمل افتتاح لهذه الحلقة من بيت القصيد بعد هذه السيرة الذاتية القصيرة التي قدمتها أستاذ مصطفى، أجمل الافتتاحات ربما تكون بشيء من المديح بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنعم به من مدح نمدح به أنفسنا ونرفع قدرها بمدحنا نبي الأمة، نبي السلام والإنسانية جمعا. طبعا بكل سرور. تفضل. قصيدة في حضرة النور. نعم. عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لك أن تمسك القصيدة وحدها. نعم. لا بأس. تفضل. في حضرة النور وهب الجميل إلى الجمال بهاء، فأضاء من مشكاته الغبراء. جميل. روى العقول فنورت بسمائها، وسق القلوب فأبهج الصحراء، وأقام أخلاقا وبعد تمامها شادوا قباء ليعمروه سناء. جميل. ليس التفاخر في عديد مساجد، بل في بناء الجيل إن هو ساء. يا من جعلت من الصحاب سحائبا تهمي، يا من جعلت من الصحاب سحائبا تهمي، فيهتز الزمان عطاء مذ أن غرست العز فيهم، أصبحوا من بعد ضعف في الورى عظماء، صاروا على جيد الوجود خلائدا يزدان منها رفعة وبهاء، أنغام مجد بالبطولة رنمت تحكي الإباء لمن أراد إباء. الله. ومن المفاخر أننا من أمة أميها قد علم العلماء. ومن المفاخر أننا من أمة أميها. ومن المفاخر أننا من أمة أميها قد علم العلماء. يا خير مولود على وجه الثرى، بقدومه ملأ الحياة ثراء. جميل. يا من إليك الجذع حن بحرقة، كالطفل يشكو أهله الإقصاء، فضممته حتى تسكن رحمة منها تنفس قلبه الصعداء، وكذا المحب بشمه لحبيبه يلقي عليه من الوصال شفاء. يا من شكتك غزالة أشجانها فاضت بعينيها إليك رجاء، أن ترضع الخشفين ثم تعود في أصفادها، والوعد كان وفاء. فرجت عنها الكرب ثم وهبتها حرية منها ترى النعماء. يا سيدي يا سيدي عذرا إذا ما البوح قد نزف الحروف مواجعا وبكاء. عظيم. يا سيدي عذرا إذا ما البوح قد نزف الحروف مواجعا وبكاء، غرقت بدم الياسمين بلادنا، غرقت بدم الياسمين بلادنا، وتقطعت أوصالها أشلاء، كسروا ضلوع النور، داسوا حلمنا، عاثوا فسادا، شوهوا الحسناء. فالشام شامة أمتي، ولأنها الشماء كم صبوا بها الأرزاء. في الشام
نحمل دمنا في كفنا حيث اتجهنا الموت حمى فجاء. في الشام طفل سوف يخبر ربه عن كل شيء في البلاد أساء. طفل ينادي الله حلمي خبزة خذني فعندك لن أذوق شقاء. الله الله. طفل ينادي الله حلمي خبزة خذني فعندك لن أذوق شقاء. وصغيرة بين الركام تقولها موتي ولا نزف الحجاب حياء. فالشام درب الله إن هي ضيعت ضلوا السبيل وما رأوه سواء. ويد الضغائن إن أتت في أمة هانت وصيرها الخلاف غثاء. حرب على إقرأ يشمر ساقها مذ راح يكشف. حرب على إقرأ يشمر ساقها مذ راح يكشف نورها الظلماء. يا خيرا من حملته أرض وازدهت فيه السماوات العلا. مذ جاء من لم ينل من نبع هديك رشفة ظمئ الحياة وإن أحاط الماء. الله. من لم ينل من نبع هديك رشفة ظمئ الحياة وإن أحاط الماء. صلى عليك الله ما غيث هما أو طائر ملأ الفضاء غناء. الله الله. ما أجملك أستاذ مصطفى. تسلم. لا فضفوك ولا عاش شانئوك. سلمك. الارتباط الله. في البلاد مسألة عاطفية وتاريخية. حدثنا عن الوطن الذي تحبه والأمل الذي ترجوه من أجل سوريا هذا الجرح النازف وكل أوطاننا العربية طبعا. نعم. الوطن الذي يعشقه الإنسان هو مكان ولادته، مكان أصدقائه، حاراته، اللعب. نعم. مرتبط ارتباط روحي. نعم. في هالأرض. نعم. أرض التي شرب من مائها وذهب بين زيتونها وتينها. ارتباط لا يمكن أن ينقطع. نعم. صدقت. ومن هذا الارتباط أيضا حق العودة وعودة الحق الذي لا يتنازل عنه كل حر ما زال مرتبطا بوطنه. كيف تنظر إلى هذا الحلم، حلم الرجوع إلى الأرض التي هجرت منها مكرها لا راضيا ومختارا؟ والله أنظر بعين التفاؤل، يعني بشكل دائم أنظر بعين التفاؤل، لأنه حق. يعني إذا قلنا حق يوجد باطل مقابل الحق، باطل. نعم. حق وباطل، ظالم ومظلوم. هاي النقطة، يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يعني بعض التفاسير أو التفاسير عن هذه الآية تقول الحق ما يرضى أو يرضي أو يرضى الله عنه. نعم. والباطل الذي لا يرضى به الله. حسنت. لا يرضى. فإذا عندما نقول حق، حقنا هذا حق مشروع لنا، وعودتنا إلى بلادنا طبعا هي حق. سيذهب الباطل زهوق، يعني ذاهبا سيذهب لا محالة، سيزول، سينكسر إن لم يكن اليوم فغدا، والحق سينتصر طال الزمان وستشرق شمسه بإذن الله. أحسنت. ومن هذه الشموس شمس فلسطين وعروس فلسطين القدس وابنتها كذلك غزة الصامدة التي نعم. تنافح عنها كلما سمعت نداء أمها القدس مستجيرة مستغيثة إلى غزة التي تحب. وأخبرتني أن لها من شعرك قصائد طبعا، وأحضرت من أجلها قصيدة. غزة هو نحن وغزة وجع مشترك. خذنا إلى قصيدتها إذن. يعني هذه القصيدة عندما كانت غزة تذبح. تفضل. وللأسف كان يرقص بالسيف العربي في بلد عربي. لا بأس. نعم. إلى القصيدة إذن. غزة أعيذك نخوة أن تنشدينا وعن شيم الأولى لا تسألينا إذا رقصوا بسيفهم لبوش فأي كرامة بقيت لدينا وأي شهامة لملوك عرب يا
يرون الذل منتجعا أمينا. لقد وأدوا القضية ثم قالوا لها: في أي ذنب تقتلينا؟ أتذبح غزة ونهز خصرا لقاتلها؟ إذا إنا بغينا. لقد نحروك يا أختاه جهرا، فصرت قرى لمن كان اللعينا. فإن تستنجدي برياح نجد أتاك جوابها في صمت سينا، وغض الغور طرفا عن دماك كأنك لست بكر بني أبينا. نعم كنا بصرح المجد نعلو، فأصبح مجدنا العالي مجونا. فكم من قمة قد قوموها، وعند بلوغ ذروتها خصينا. فكيف بيانها يأتي بخصب إذا كان الرجال مخنثينا؟ فلا يغررك إن ظهروا كبارا، فرب مورم يبدو سمينا. وليس كبيرنا من مال كبرا، كبير القوم من كان الأمينا. فإنا أمة كرمت بهاد، أقام العدل والإحسان فينا. روانا من سلاف الهدي وحيا، يوحد شملنا ويقيم دينا. بإسلام إذا ما حل قفرا، تفجر من تآلفنا عيونا. رسول الله كل ذاب شوقا، كما الجذع الذي أبتى حنينا. رأى شمس الهدى فازداد لهفا، ومد لها من القلب الغصونا. وإني دون مدحك يا حبيبي، لكونك فوق أشعاري مبينا. نظمت من الصحاب الغر عقدا، على جيد الزمان مخلدين. ففي ذات الرقاع لهم قراع، وعن ذات السلاسل أخبرونا. إذا ما هاجت الهيجاء ماجت، كتائب عشقها كان المنونا. فما وقع الضبا في الهام إلا يد الحق التي تمحو الظنونا. وما كل الصوارم ماضيات إذا لم تصحب الزند المتينة. جميل. مضى أبناء غزة في خطاهم، فيا أبناء غزة علمونا دروسا ما سمعناها، ولكن قرأناها بسفر الأولين. كذلك فالنساء يلدن أزدا، وإلا لا نريد لها جنينا. نريد من الغيارة كل حر لصون العرض، كم جنوا جنونا. وما الأعراض دون الأرض تبقى، وما أرض سمت إن هين فينا. فإن كان السلام بأن نخونا، فلا عشنا ولا عاش البنونا. حضارتنا تدل على علانا، فما لحضارة أن تعتلينا. إذا جهلت لنا الأغراب، إذا جهلت لنا الأعداء عزما، سنخبرهم بأن ما ولينا. فنحن الواصلون إذا وصلنا، ونحن القاطعون إذا قلينا. ونحن السلم إن ركنوا لسلم، وسيافون إن عادوا علينا. ونحن حصون موطننا وموت إذا ما فكروا أن يعبرونا. ونحن الصدر للأضياف، لكن حدود الضيف ألا يزدرينا. ونحن الصدر للأضياف، ونحن الصدر للأضياف، لكن حدود الضيف ألا يزدرينا. عظيم. فيا أبناء غزة، كم غيور تعلم من ملاحمكم فنونا. جميل. لا بأس. لا. لك أن تختم النص. نعم. مما تحفظ، أو أن تتمه. وصلنا إلى ختامه. تفضل أكمل. فأمة يعرب سقطت، وأنتم رفعتم في فدائكم الجبين. فإن نسب العلا أنتم أبوه، وإن فخر شدا كنتم لحونا. وإن عز سما أنتم سماه، وكنتم للثرى عشقا هتونا. فمن كانت له الأوطان حبا، سيبذل في محبته الثمينا. ولن يلوي الضياء ذراع ليل، كذا الأحرار تأبى أن تهونا. كذا الأحرار تأبى أن تهونا. دمت حرا أستاذ مصطفى. طاب هذا الإلقاء المنتمي إلى هذه الجراح الممتدة في جسدنا الموجوع. نعم. هذا الجسد الواحد الذي لابد أن يقوم من نومته. نعم. وما ذلك على الله بعزيز. أستاذ مصطفى، ما الذي يجعل السوري أو كل مهجر مؤمنا بحقه
ولزوم استعادته، ما الذي يجعلكم قبل رشفة الماء إلا بعد رشفة الماء؟ لا بأس، فلتكن إذن بعد رشفة الماء. سيكون الحديث عن ما يجعل السوري أو كل مهجر مؤمنا بحقه وأنه لا بد من استعادته يوما ما. تفضل. يعني عندما يكون الإنسان حر وليس عبد، عندما يقف في وجه الظلم، عندما يعلم أن من يغتصب أرضه ظالم، نعم، فيجب أن يؤمن بهذا الشيء. حسنت. يوجد ظالم ومظلوم والوجع واحد. نعرف أن مهنتك تتعلق بالحديد، كيف يمكن للعامل بصهر الحديد في ميدان الواقع أن يكون شاعرا فأصهر الحديد في ميدان القصيدة؟ نعم، عندما يكون الإنسان محب كل مهنة، نعم، تعطيها محبة تعطيك إبداعا عظيم. عندما تحب مهنتك تبدع فيها، عندما تحب الكلمة ستبدع فيها، لا شك، الحب يتفاعل يحترق يعطيك إبداعا، إن كان في الحديد أم في الكلمة ستتلوى الكلمة والحرف والحديد مع بعضهم، سيلين الحديد كما سيلين تلين طبعاً لك سيلين. الكلمات الكلمة أيهما أصعب، فل الحديد أم فل الشعر؟ فل الشعر طبعا، الحديد حديد. ربما بالنار إن تجردنا من الروحانيات ينصهر، أما الكلمة صعبة جدا، الكلمة يعني ربما تأخذك إلى معاني عدة تفرعات، يعني غير الحديد. ولكن عندما أنا أعشق هذه الكلمة وأعطيها من روحي ستحلق. باعتقادك هل ثمة علاقة معينة ما بين الحديد والشعر؟ هل هناك علاقة معينة؟ ربما علاقة تكاملية أم علاقة مثلا علاقة تضاد؟ لا بأس، هل هناك علاقة معينة؟ لا، ليس علاقة معينة، ولكن ربما يوجد علاقة، أن الكلمة نصنع منها رمحا، نصنع منها طلقة، نصنع منها قوس، نصنع منها أداة حادة تقف في وجه هذا الظالم. يعني ربما بهذا الشكل. والحديد يحتاج إلى صهر من أجل تشكيله طبعاً. كذلك القصيدة حينما تعتمل في نفس قائلها، نعم، عندما تعتمل يحتاج لأن تنصهر في فرن روحه طبعا وإحساسه في تنور روحه، نعم، يظهر رغيف هذه الكلمة المعاني. يعني أنا برأيي الإنسان الذي تعركه الحياة والدنيا هذا باعتبار انصهار له. أحسنت. إلى قصيدة جديدة، تفضل اقرأ ما لديك. ما زلنا في صهر الكلمات وال... تفضل خذنا إلى قصيدة، ولكن سوف أطفئ هذا اللهيب بينبوع من أو ينابيع النور. تفضل. قصيدة: من ثغرها العذب هذا القلب كم رشفا، حرفا، من ثغرها العذب هذا القلب كم رشفا حرفا، تعلم منه الحب فاحترفا. جميل. أزدلت بوحي خمارا فوق فتنتها كي أدرأ العين عن وجه حلا وصفا. جميل. بكر يراودني في الجفن مرودها من لمسة الكحل كم سبحت حين غفا كحل، تبوأ من عينيك منزلة روحي تغار لما قد نال وازدلف، من رفة الهدب سل الحسن نصلته ما حرك الرمش إلا خافقي نزفا، كم مت شوقا وأحيتني بنظرتها فاعجب لميت على أشواقه وقفا. الله، فاعجب لميت فاعجب لميت على أشواقه وقف. جميل. فأعجب لميت على أشواقه وقف. أكمل. أصبحت أغزل ضوء الشمس قافية، روض المحبة من أكمامها ورفا، حيث الينابيع تزهو في خمائلها والطير تبدع في أغصانها غرفا، والليل يلقي إلى أحضان دالية بدرا فيوقد في عنقودها الخزف، بدر
تسلل من بين العريش سنن من شرفة النور للسمار كم ندفا لا يهجعون إذا ما جن ليلهم كل يميل على ما قلبه تلف. حلو. لا يهجعون إذا ما جن ليلهم كل يميل على ما قلبه تلف. نافورة الحب، نافورة الحب كم ابهجت من مهجن فيها الرذاذ هفا فاستنهض النطفا كم بحت عشقا إلى قس ابن ساعدة سرا فأخرج من أعماقه الصدفا. إن راح يخطب شفت عن مفاتنها خود محاسنها كل بها كلفا لو مس أنملها مرا غدا عسلا أو مقفرا لنما أو مقعدا وقفا. حلو. لو مس أنملها مرا غدا عسلا أو مقفرا لنما أو مقعدا وقفا فكم أبو الأسود بيضت أنامله، فكم أبو الأسود بيضت أنامله من صبح حرف بسر نقطة كشفا هام الخليل بها فاستل ريشته في خد أحرفها واستلهمت تحفا. جميل جدا. هام الخليل بها فاستل ريشته في خد أحرفها واستلهمت تحفا حط السكون على الأجفان فانكسرت أرياش جفن فيا الله إذا عطفا. من تحت كسرة رمشيها تلوح رؤى يا للجمال إذا ما وجهها كسفا ويا لفتحة عين فتتت كبدي من نظرة نصبت قلبي لها هدفا ويا لضمة عشق قبلت فمها فنالت العزة والعلياء والشرفا ويا لنغمة تنوين بغنتها لو حلف الطير هل منها استقى حلفا. صدقت، ما أجملها من لغة. لغة. ويا لنغمة تنوين بغنتها لو حلف الطير هل منها استقى حلفا. ما كنت أول صب في محبتها أغرته حاء وباء منهما اغترفا كم حاول الحقد هتكا في بلاغتها. والله كم حاول الحقد هتكا في بلاغتها لكنها الفوق مهما الدون عنها جفا. إن الغراب الذي ينعاك مرتزق بوق الذين تمنوا تصبحين تفا. عق البنون بيان الضاد فانتبهي يا أمة الضاد من عجم إذا زحفا. يا ثدي مجد رضعنا منه عزتنا حتى نهضنا وكنا قبله ضعفا. ما زال صدرك بالأسرار ممتلئا لو ينشف البحر هذا الصدر ما نشفا. أنت النقية مهما عرضها قذفوا أنت الحصان ولن يؤذيك من قذفا. تيهي وجري ذيول الفخر يا لغة الله يحفظها من حاقد وكفى. الله يحفظها من حاقد وكفى، كيف لا، وهي لغة القرآن الكريم وهي إرثنا وموروثنا. نعم. الذي نعتز به بعد هذه الوجبة الدسمة من لألأ العربية وجميل المشاعر. لابد أن نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. إذا مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من هذه الحلقة، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، معنا هنا في الأستوديو الشاعر السوري مصطفى حماد سمسم. حيا الله أستاذ مصطفى مجددا، أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى. بارك الله فيك. باعتقادك ما المطلوب أستاذ مصطفى، ما المطلوب منا حتى نظل على ارتباط وثيق بأوطاننا مهما ازدحمت علينا مصاعب الحياة؟ المطلوب أن لا نخون قضيتنا. عظيم. يعني أن نكون بمستوى حب هذا الوطن. القيم التي يحب مصطفى سمسم أن تكون حاضرة في قصائده. أحب أن يكون فيها المجد. عظيم. الكرامة، الإباء، الإقدام، العنفوان، المحبة، تكللها المحبة. عظيم. الصدق، يعني هناك أمور تاجها الصدق. نعم، تاجها الصدق لتعبر عن المظلومين، عن الأفراح، عن الأتراح. يعني يوجد معاني كثيرة، ولكن هذه من أهمها. نعم. أقرب القيم التي تحرص على وجودها في قصائدك، أقربها إلى نفسك، أي قيمة؟ الصدق. الصدق أقربها. الصدق، لأن الصدق يعني النفوس يحب الصدق. أحسنت. لأن الله يحب الصادق والشيطان يحب الكاذب. والله صدقت. الصدق، أنا لا أحب أن أكون في دروب الشيطان، أحب أن أكون في طاعة الله، والله يطلب مني الصدق. إلى القصيدة التي بين يديك، خذنا، تفضل. يعني أنا لا أحب أن أتكلم كعنصريا، العنصرية مقيته، ولكن في بلادنا العربية، وعندما أصبحنا في بلاد اللجوء، نرى بعض العينات البسيطة. نعم. السوري. التمييز الإيجابي مطلوب حينما يكون تمييزاً هدفه إحقاق. نعم. الحق طبعاً. وإثبات أن هناك من لا يزالون يتشبثون بأوطانهم، يقدمون من دمائهم قرابين لأجل. نعم. حرية مرتقبة. صحيح. هنا تكون فكرة التمييز فكرة إيجابية لا سلبية. طبعاً. تفضل. ترضى الهم لكن ما استراح. من هذا؟ السوري. تفضل. عنوانها السوري. من جديد. السوري ترضى الهم لكن ما استراح. عظيم. وصار لكل نائبة مباحة، إذا في الصين نازلة ألمت يدان، وقيل أجرم واستباح. فحيث ترحل السوري يلقى كلابا تشعل الدنيا نباحا، رؤوس حشوها تبن وروث كثور هائج فقد النطاح، فقد الجماح. وما دسنا على ذنب لنلقى بهائم لا تعي إلا النطاح، عليل الجسم قد يشفى ويأبى سقيم العقل أن يجد انصلاحا. وما في العطر من خلل، ولكن هي الآناف ما كانت صحاحا. يا الله. وما في العطر من خلل، ولكن هي الآناف ما كانت صحاحا. فهل ألقي على الأغراب عتبا، أو فهل ألقي على الأتراك عتبا؟ على الأغراب. على الأغراب عتبا، وجرح الروح من لبنان صاحا. إذا ما الأهل قد خنقوا سمائي، أرجو الغير أن يهب الجناح. لبيروت المحبة لست أخفي، ولكني شرحت لها الجراح. لأن فؤادها قد ذاق مثلي. لأن فؤادها قد ذاق مثلي نزوحا واحتراقا واجتياحا. وأعلم أن فيها أهل صدق هم الأقحاح، لا من قد تلاحا. تصدوا للظلام بكل فجر، وكانوا في مواقفهم رماحا. وما عتب المحب على حبيب سوى ليزيد حبهما اتضاحا. جميل. وما عتب المحب على محب سوى ليزيد حبهما اتضاحا. نسأل الله لسوريا ولكل أوطاننا العربية الفرج، وأن تبزغ شمس الحرية من بعد طول ترقب وانتظار. الانحياز إلى المظلومين والمقهورين أستاذ مصطفى، هذه من واجبات القصيدة. لماذا يحب الشاعر مؤازرة المظلومين في قصائده؟ لماذا أنتم مصابون بهذا الداء؟ يعني تكلمنا سابقا أن الظلم
تم قتل النفوس. عظيم. فعلى الشاعر الصادق عندما يكتب قصيدة يعني لا يكون في طرف الظالم، لا يكون في طرف الظالم. نعم. إذا كان شاعر صدق وشاعر يعني نفسه صادقة لا يحب الظلم. أحسنت. فيجب أن يكتب قصيدة تعبر عما يجول في نفسه، وإن كان يجول في نفسه كما يجول في نفس الظالم فسيكتب للظالم. نعم. وإن كان يجول للمظلوم فسيكتب للمظلوم. يعني ما يعتريه الشاعر. أحسنت. الآن هناك أهل العز الذين نشرف بأن ننتمي لهم جميعا، ونرجو أن نكون على قدر هذه المعزة وأن نكون أهلا للعزة، وهناك من للأسف ارتضوا أن يكونوا أهلا للذل. نعم. على قدر أهل الذل. نعم. أو ربما كان هناك في القصيدة شيء من مفاجأة، تفضل. يعني هي أبيات تفضل تناص مع أبيات المتنبي. على قدر أهل العزة. على قدر أهل الذل تأتي الهزائم، وتأتي على قدر الأبات الملاحم. عظيم. ويصغر في عين العفيف غرامها، وتعظم في عين الوضيع الغنائم. فلا من جنيف الفجر ترجى شموسه، وليست من الروسي تأتي الحمائم. أعد. فلا من جنيف الفجر ترجى شموسه، وليست من الروسي تأتي الحمائم. ومن ظن أمريكا بإيران فرطت، فقد فاقت التفكير منه البهائم. كفانا اجتماعات لتخدير حلمنا، فقد كشفت كذب الطغاة الجرائم. إلينا لقد جاءوا أماطوا لثامهم بحقد قديم ما نسته الأعاجم. فما النصر إلا وثبة في مكانها بتوقيت حر ليس يغريه داعم. أحسنت أستاذ مصطفى لف الضفوك. يجب أن يكون حر الإنسان. فعلا كما تفضلت. عن قصيدتك وكيف يمكن لها أن تعيش، حدثنا عن القصيدة التي تستحق أن تعمر أجيالا وتبقى عالقة في الذهنية الشعبية. يعني هي القصيدة التي تلامس أفراح وأحزان الناس، أن تعبر عنهم، أن تكون صوتهم. نعم. في كل شيء. أن تكون وجعهم، الوجع الذي ينتابهم في كل شيء، أن توفر له الضماد، أن لا طبعاً. تهون الجرح بقدر ما تصفه. نعم. وتؤمل النفس بتجاوزه، وتلح على النفس أن لا تنساه ولا تتنازل عن حقها. هذه القصائد التي تستحق أن تعيش. طبعا. ومن أمثال هذه يعني القصائد يعني التي تحمل قضايا. نعم. قضيتها القصيدة القضية. نعم. والقضية القصيدة هي التي تعيش. أما نظم ما عدا ذلك ربما يكون نظم. خذنا إلى الأم من وجهة نظرك. والله الأم هي قصيدة، قصيدة الأبات، قصيدة كتبت في سالف العصر والزمان قديمة، ولكننا نكتبها إذعانا. نعم. أو إيمانا، إذعانا لواجبنا أو واجبها تجاهنا، وإيمانا بقدر هذه الأم ولزوم أن نقول فيها ما ينبغي أن مهما يقال. كتبنا يعني لا نوفي ذرة من لبانها. تفضل. أمي طبعا رحلت أمي. قل ما تحب. رحلت أمي، وعندما أتيت من لبنان نسأل الله لها الفردوس الأعلى ولكل أمهات المؤمنين، عند قبرها كتبت أول بيتين. تفضل. الروح غصت بدمع الشوق، واختنق قلبي لفقدك يا أمي. لكم حرق قلب رمته من الأهوال فاجعة يوم ارتحلت، فدك القلب وانصعق. يا خلة الروح يا من كنت مؤنستي، إن أظلم العيش من أشكو له الأرقى؟ ومن سيجبر أحلامي إذا وقعت في لجة اليأس أو ذئب الشقى طرقا؟ ومن سيغرس في خدي قبلته ليعبق الكون
من شوق اللقاء حبقا، ومن سيزرع خوف الله في كبدي؟ إن القلوب بلا هاد تموت شقا، فمن سيرتق روحي بعد والدتي؟ فالحزن يحفر في أعماقنا نفقا. الله. يا خلة الروح، يا من كنت مكرمتي، هيهات بعدك أن ألقى بمن رفقا. كل الذين تماهوا في مودتهم لما سعى لهم قصدي رأى زلقا. من بعد أنسك لا خل يسامرني، أو راحة غدقت، أو قائل صدقا. أو قائل صدقا، لعلك صادق بهذه المشاعر الجياشة التي يعني تكشف عن مشاعر للأمانة شخص متألم ما زال يسكنه الشوق، لما يعني ينسى تلك الأم التي تزال تمر في خلده كلما عصفت داخله اضطرابات الحياة والواقع المرير. يعني ربما الآن ينبغي أن نتحدث عن أمر آخر، عن واجبات الشاعر ليكون أهلا للأمانة، وهي أمانة الكلمة. حدثنا عن دور الشاعر ليكون على قدر كلمته التي يقول. يعني إن كان يستطيع أن يقرن أو يقترن أقواله بأفعاله، نعم، فأمر جميل جدا، عظيم. يعني إن كان يستطيع، وإن كان لا يستطيع فيجب أن لا يخون قضيته طبعا بالكلام الذي يكتبه. نعم. يجب أن يكون بشكل دائم، أحسنت، ضد الظالم. ممتاز جدا. بشكل دائم. كلمنا عن بلدك الذي تحب الآن، عن بلدك الذي تحب، عن شيء من ذكريات لا يمكن أن تنساها. طبعا يوجد كثير من الذكريات، يعني ربما تريد أن تقولها بشكل قصيدة. نعم، تفضل. يعني يوجد الحارات، تفضل. الطاحون، طاحون. خذنا إلى ذكرياتك وقصيدتك. لا مشكلة، قصيدة بنش هي كلنا شوق إلى سماعها. بنش هذه المدينة موجودة في إدلب. نعم، في محافظة إدلب، عندما كانت قرية. أنا أتكلم لأني أحبها وهي قرية. نعم. ولكن هي قرية في إدلب تبتعد تقريبا عن المركز مدينة، تقريبا 10 كيلومتر، فأصبحت مدينة. وهنا يعني ربما تحسرت على تلك الأيام التي ذهبت. كانت قرية وأصبحت مدينة. طبعا أنا عاصرتها قرية ومدينة. جميل، تفضل. الحب من أكمام قلبي فتح نشوان، من شهد المباهج، من شهد المباهج ما صحى. هي مرود للحسن كحل أجفني عند الغروب وعند إشراق الضحى. روحي تحن لأرض بالنشا، والفؤاد لشم ترب ديار أهلي صدح. قلب يهيج لذكرهم ولرغبة المشتاق، جنح للمحبة جنحا. ومضيت أنهل من مباهج قريتي مستفتحا بالفجر لما فتح. حلو. مستنشقا نشرا تزفه نسمة من خبز تنور تفوح بالضحى. فجلست أرقب كيف دار بكفها قرص العجين لجارة وتلوح. ما بين زنديها توسط كارة ألقت به خد الوطيس مصفحا متزركشا، فالوهج قمر وجهه قبلا على وجناته فتوشحا. أياما كان البيت حضنا دافئا، جدران طين بالحصير تسطحا. الله. وعديد أخشاب رقت بحصيره أسمى من الإسمنت مهما سلحا. بيت يقوم على بساطة عيشنا، وبشقه العصفور أبدع مطرحا. يا الله. سهرات جدتنا وما تحكي لنا عن ضبع شجرة أم ليل، شبح أولاد حسان وعرجة كلبهم لما تدحرج في الطريق ودحدح، والشاطر الحسن الذي أمضت به ليلا لك رغبنا الليل أن لا يبرح. جميل. وشاطر الحسن الذي أمضت به ليلا رغبنا الليل أن لا يبرح.
رفعت بمنسدل الجفون خيالنا لمكان ما تحكيه شوقا جنحا. نطقت أخاديد الحياة بوجهها فنرى بكل تعرج به مسرحا. أيام ما كنا نلوذ لموقد ولأنس ضوء الكاز لما رنحا. بتطفل هتك الهواء هدوءه فيغم حينا ثم يرجع مصبحا. في عتمة البيت الذي من سقفه وقف على هم الفقير تلحح وقف تسرب من تشقق حظه حظ إذا مس الفرات تملح. في حارة جمعت حواري بلدتي طاحونة منها الطحين تفوح وأبو علي بالدقيق متوج راحت تدور لهام هيبته الرحى متفهم أنات أحجار بها من صوتها إن جلجلته مبححة. طاحونة ما زال من أطلالها أحجارها وشميم روح روحة. نرجو لهذه الذكريات الطيبة أن تسترد وتستعاد وما ذلك على الله ببعيد. أستاذ مصطفى، أمانة الشعر والكلمة، رسالة إلى قصيدة تنتصر للحق، ماذا تقول بحق كل قصيدة تنتصر للحق وتقف على ثغر قضايانا العادلة؟ طبعا أضرب لها تحية، كل قصيدة تنتصر للحق ولا تحابي الظالم. نعم. يعني القصيدة الخالدة والباقية تلك القصيدة التي تتكلم عنها، هذه هي القصيدة الخالدة. قلت لي أنك تكتب المواويل بالدارجة أو الشعبية. نعم. هل هناك مثلا ما تستطيع أن تسمعنا إياه من هذه المواويل الخفيفة؟ يوجد موال. تفضل. يعني الموال ربما الكل يعرفه وربما تفضل. بعض الناس لا تعرفه، أنه من ثلاث خانات وثلاث خانات وكل واحد بقافي، ثلاث قوافي، ثلاث قوافي تختم بالسابع يرجع إلى ثلاث القوافي، يعني يصبح أربع قافيات. نعم. ذات الكتابة ولكن تختلف في المعنى. خذنا إليها إذا. رمش العيون ارتفع في القلب سهم صاب، خلى بقلبي وجع وابدل سروري صاب. كل ما رميت الحزن من كاس قلبي صاب، هو منيتي والمنى ألقى بطيف وحين، يغمر بروحي فرح ملقاه بالرياحين. عمري بلاه الأسى خيم عليها الحين، صحراء حياتي عشب لو وصلكم بيصاب. صحراء حياتي عشب لو وصلكم بيصاب. صاب، جميلة جدا هذه الكلمات التي يعني تنتمي إلى بساطة أبناء الريف وأبناء الحارات الذين لا يزالون على فطرتهم وهم نعم. كذلك ونحن منهم. ولا شك يعني قبل أن نذهب إلى قصيدة الختام لابد من سؤال ختامي، رسالة إلى وطنك الذي تحب وكل أوطاننا العربية الجريحة، ماذا تقول؟ يعني رسالة الوطن أقول له سنبقى على العهد الذي قطعناه. نعم. العهد الذي بيننا وبينه هذا الوطن عظيم. الجريح، لن نخون قضية، لن نتنازل للظالم عن ذر التراب. أحسنت. وسوف نقف إن كان بالكلمة أو بأي شكل من أشكال النضال والتحرر. نعم. أحسنت. يكون في وجه هذا الطغيان. أحسنت. إلى مسك ختام هذه الحلقة من بيت القصيد والقصيدة التي بين يديك، تفضل اقرأ ما تحب، لك أن تخير نفسك بين هذين النصين المتبقيين، الأقرب إلى قلبك هو الأقرب إلى مسامعنا، تفضل. عودت حرفي أن يصون لسانه، عودت حرفي أن يصون لسانه كي لا يشق الصف منه سنانه، لكن رأيت به العرى قد هتكت، وذا أنت تولى أمره خوانه، إن لاح نصر يحجبوه بهدنة كي لا ترى شمس المنى أغصانه.
مثل المهادن دون دمه كالذي تأتي البغاء بعلمه نسوانه، والمرء إن لم يتعظ سيقوده نحو الردى في خزيه شيطانه، ملأ الجيوب على حساب دمائنا وتفننت بشقائنا كهانه، ضمنوا لنا أن لا يعيش بأرضنا حر أبى مدح الطغاة لسانه. كيف الخلاص وخصمنا في بيتنا تسعى إلى تدميرنا ديدانه، وطن إذا فقد المحبة أهله سقطت بأول هزة جدرانه. وطن إذا فقد المحبة أهله سقطت بأول هزة جدرانه. بإذن الله لن تفقد هذه المحبة ولن تسقط هذه الجدران. هذا ما نرجو إليه، أن نبقى نحب بعضنا وأن نخلص أنفسنا من هذا الكبر وأن تكون رافضة للطغيان وللظلم. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى، نورتنا شاعر سوري مصطفى حماد سميسم. وصلنا إلى الختام، نرجو أن يعني تتكرر مثل هذه اللقاءات الطيبة في قادم الأوقات. شكرا لك أستاذ مصطفى، وكل الشكر لقناة الرافدين على هذه الاستضافة الجميلة الممتعة. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.